شي غاطتني دروع انا كبرتها. قال لي بويا اسمح لي، قال لي ما كان لا خدمه انا لا والو، قال لي قريت باطل انا، قال لي في عام من جمع في الدار قرا هو مسكين قرا قرا عندها حرفه شابه، عندها ديب دو ماستر، عندها لاخر الكترون دو ماشين تاع السوناتراك. يا مسكين انا اون بيرسون، انا اون بيرسون نقسم لك بالله، قلت لها لايب لي سي في ات ونروح نقول لهم بلي انا مريض، دخلوا ولدي يخدم. والله لا دفعت بعد دفعت واحد انا في النابطال هادي تاع السينيان، هاي راك شايف راك شايفها، ودفعت لها هنا في لا ديريكسيون تاع سوناتراك تاع سيتي جمال، لا ديريكسيون تاع سوناتراك، دفعت لها سي في تما. لا ما كانش مشكل الحاج، دوك ولدك من على خمسة شهور ولا اربع شهور دوك نعيطوا له، عامين ما عيطولاش، مين عام ما عيطولاش، ما عيطولاش ما عيطولاش ما عيطولاش، واخا باش نعرفوا باللي ما يكونش عندك، ما يكونش عندك العرف ما يدخلش. لا باع قرا باطل، لا ماشي ما يكونش عندك العرف اللي قد تمد الرشوه باش يضحوا. احنا ماشي تاع رشوه، لا خلينا على الله، لا احنا نتوكلوا على الله، كتبها ربي هذيك هي مليحه ولا دنيا. قال لي بويا، قال لي انا ربي، قال لي انا ربي، قال لي ما كانش خدمه بدل الارض، هو بروحه قال لي انا بدلت الارض، ما كانش الخدمه هنا بدلت الارض، بالك ربي يفتح عليا في ارض واحده اخرى. علاش انت تطلب لها تسهيل؟ لا انا طلبت لها تسهيل والله. حراق؟ لا ما حرق، ما راح بكواطا، راح بكواطا، راح بكواطا، راح بكواطا بالفيزا تاعها، راح نورمال. اسم الله، اسمه زكريا. انا زكريا هو انا محظوظ راح بالفيزا يعني. للاسف الاغلبيه راهم يروحوا بالحرقه، ومش الحرقة فقط في اتجاه طليان وفي اتجاه إسبانيا، رأي الحرقة في كل اتجاهات، رأي في اتجاهات إفريقيا، في اتجاهات إثيوبيا، في اتجاهات ليبيا، في اتجاهات تركيا، في كل اتجاهات أمريكا الجنوبية طبعا، اللي يوصل أمريكا الشمالية يعتبر وكأن أبواب القدر تفتحت له إلى آخره. للأسف حالة الملايين من الشباب الجزائريين، ملايين، يعني لا نتحدث على آلاف أو عشرات الآلاف أو حتى مئات الآلاف، نتحدث على ملايين لحياتهم ضاعت. اللي درسوا واللي ما درسوش، اللي كملوا واللي ما كملوش ضاعت، وكثيرين منهم يتجهون للمخدرات، يتجهون إلى أن يخرج من هذه الدنيا عن طريق المخدرات، وعارفين لما تبدأ المخدرات ما يعني ذلك وراءها من الجهل، من السرقة، من المشاكل داخل الأسرة، من تكسار الأسرة، من اللا أمن، من كل شيء. والمخدرات يشرف عليها كبار المسعورين مدنيين وعسكريين، هذه البزنس اللي راه ماشي، ما كفاهمش نهب البلاد، نهب المشاريع، ما كفاهمش كل شيء. مع وجود مئات الآلاف ما بين جنود وحرس حدود ودرك وجمارك، ومع ذلك المخدرات تملأ البلاد.